نشرة أخبار العاشرة بتوقيت الجزائر تأتيكم من الإخبارية للتلفزيون الجزائري. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم. بداية وتجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتفعيل البرامج التنموية بالولايات المستحدثة، قام أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئات العمرانية إبراهيم الراد بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية إنقزام، زيارة وقف خلالها السيد الوزير على عدة مشاريع حيوية بهذه الولاية الحدودية. المتابعة مع خالد حاج جلالي. إنقزام الولاية الحدودية بأقصى الجنوب الجزائري، ولاية كاملة الصلاحيات وتتعزز ببنى قاعدية لإنعاش الحركية الاقتصادية بالمنطقة وبدول الجوار. نشكر سيادة الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على هذه الولايات اللي قسمهم وكان لنا الحظ فيها، ولاية إنقزام بها بالترقيم تاعها مستقلة عن الولاية تاع تمراس. ونزيد نشكر عبد المجيد تبون على منحة البطالة، ونزيد نطلب من سيادة الرئيس والوزير الداخلية أن يربط لنا الطريق تمراست بإنقزام في أسرع وقت. راه يخصنا برنامج فلاحي، راه يخصنا أمور تاع ولاية رغم أنها ولايتنا جديدة وبادية من جديد. نستبشر خيرا بإذن الله. ما يخفاش عليكم أن ولاية إنقزام هي ولاية جديدة مستحدثة، ونتطلع إن شاء الله أن تكون رائدة كباقي الولايات. وضع هذه الولاية الفتية على قاطرة التنمية بتقريب جميع المرافق العمومية من المواطن والاستفادة أيضا من برامج دعم التنمية المحلية، وكلها مؤشرات واعدة ترفع من سقف طموح المستثمرين بها. فيه ديناميكية لازم التكفل بها، إذا لازم بنك لا بدر لهنا، نظن لازم يجي درك باش يشجع الإخوان اللي راهم يبادروا، راهم ينجوا وبداوا يخدموا، وكل سنة إلى أخرى يزداد هذاك المنتوج تاعهم. بالنسبة تاع الأسمدة لازم يكون لهنا في حضور، هذا هو توجيه تاع السيد رئيس الجمهورية، البنك الأسمدة والواي سي لازم يكون حاضر له. وبطبيعة الحال بالنسبة لتحديد المحيطات الكبرى هذه في عمل لو تم القيام به، وفيه المنصة هذيك اللي على مستوى لوداس ينجموا يوظفوها كل مستثمرين من هنا وهناك. عسرنة المركز الحدودي بإنقزام لتعزيز التعاون المشترك مع دول الجوار وفق توجيهات السيد الرئيس، من شأنه إضفاء حركية على علاقات التعاون الاقتصادي مع دول الجوار لا سيما النيجر. وفيه إمكانيات كبرى، احنا العمق الإفريقي هذا ماشي كذلك مجرد كلام كأجوف، إنما هي سياسة. هي سياسة نريد أن نذهب إلى السوق الإفريقية، ولكن بقوة. أن كل الشحنة اللي رانا قايمين به تأهيل المركز بداية ومركز آخر تاع الحدود العبور راهو على مشكل شفتوه انطلق يعني، وفعلا يكون واجد من إن شاء الله يعني شهور من بعد. هذا كل باش يشجع التنقلات تاع البضائع في اتجاه وآخر، وخاصة بالنسبة لنا احنا. إذن كل هذا لازم نعطيه له معنى ونعطيه له محتوى، ما يبقاش فقط سياسات جوفة. إنقزام ستحظى أيضا بمشروع إنشاء منطقة للتبادل الحر، وهذا ضمن توجه الجزائر الرامي إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية. في افتتاحية آخر عدد لها لسنة 2022 تحت عنوان حصيلة إيجابية وأفاق نوعية، أشادت مجلة الجيش بالإصلاحات العميقة لإنعاش الاقتصاد الوطني والتي تهدف إلى التخلص من اقتصاد الريع، إضافة إلى الإصلاحات بقرارات غير مسبوقة ذات طابع اجتماعي جعلت من المواطن في صميم الانشغالات. كما أشارت مجلة الجيش إلى مسار العصرنة الذي تبناه الجيش الوطني الشعبي بفضل استراتيجيته المدروسة بعناية. المزيد في هذا التقرير لهدى الوابح. حصيلة إيجابية وآفاق واعدة، عنوان افتتاحية مجلة الجيش التي توقفت عندما تحقق خلال السنة الماضية في جميع القطاعات. فبعد اكتمال البناء المؤسساتي للدولة توجهت السلطات العليا لسن مختلف التشريعات والقوانين بغية تنظيم وأخلقة الحياة السياسية،
وبالموازاة تم تعزيز هذه الإصلاحات بقرارات غير مسبوقة ذات طابع اجتماعي، جعلت المواطن في صميم الانشغالات من أجل تحسين إطاره المعيشي والحفاظ على قدرته الشرائية. الساحة الدبلوماسية شهدت نشاطاً مكثفاً من خلال المشاركة الفعالة لبلادنا في مختلف المحافل الدولية، ولعل أهم حدث شهدته سنة 2022 هو عقد القمة 31 لجامعة الدول العربية تحت شعار لم الشمل العربي. وتحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وصل الجيش الوطني الشعبي عصرنة قواته بفضل تبني استراتيجية مدروسة بعناية. وهنا حث السيد الرئيس على ضرورة مواصلة مسار تطوير وعصرنة كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي والارتقاء به ليتبوأ المراتب التي تليق بعظمة وقدسية مهامه، مما يتيح له رفع التحديات المعترضة وكسب رهاناتها. كما وضعت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تطوير الصناعات العسكرية في صلب استراتيجيتها من خلال إرساء صناعة حقيقية وصفها السيد الرئيس بقاطرة الصناعة الوطنية. وفي مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها، حققت مفارز الجيش الوطني الشعبي عبر مختلف النواحي العسكرية نتائج باهرة، وهي ثمرة التحضير القتالي الجيد والتكوين النوعي والقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة في كافة ظروف ومراحل المعركة. في أخبار الرياضة، وتحسبا لمباراة الشان للمنتخبات المحلية، تتواصل عملية بيع التذاكر الإلكترونية والتي ستتم على مرحلتين اثنتين من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بهذه البطولة. اليوم جينا نقعة حرشة حسن باش نجيبوا تكية تاع الماتش الأول كونتر ليبيا، باش نشوف. هي أول مرة كشغل تجي منافسة هذه تجي في الجزائر، وإن شاء الله نكون ماتش باب ونشوفوا الاحتفالية ثانية. فاصون حاجة بزاف مليحة، كما قالك لي قبل تسمى جاست تمتم بار تيليفون، تشري تسمى تريزيرفي لا بلاص ديالك في الستاد. خدات لي وقت ما حتى سامينيت جي شريت دو تيكي، واحد ليا واحد لوليدي. اليوم جينا الله صالحة شاب باش ريكيبيريهم الحمد لله. نحن اليوم متواجدون بقاعة حرشة لنأخذ تذاكر المباراة بين الجزائر وليبيا بملعب الراقي الجديد، وماذا بينا تكون مباراة رائعة في القمة. ولحسب التنظيم اللي هنا في قاعة حرشة راه ماشي ما شاء الله. جينا ندو تيكيات تاوعنا صافي بليزي، انا بدينا نتقدموا شوية خير من الله، عشان هذيك عينا منها وباش تدخل السطا ثاني بكري بزاف. وإن شاء الله كما نقولوا المباراة تكون في مصلحة يعني حنايا، وتكون روح رياضية في الملعب. هذا وأجرى المنتخب الوطني للاعبين المحليين لكرة القدم حصة تدريبية ضمن المعسكر التحضيري الأخير بمركز سيدي موسى، تحسبا للمباراة الودية التي ستجمعه بمنتخب غانا غدا السبت. وستكون المباراة الودية الوحيدة للخضر فرصة سانحة للناخب الوطني للمحليين مجيد بوغرة من أجل الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين. نقولوا درك وصل الوقت الجد، وين عام ونص احنا نخدموا على هذه لاشان ان شاء الله، وين درك ما عندناش حاجة واحدة اخرى نخمو فيها ابار كملوا ماتش بار ماتش فرحوا الشعب تاعنا، وان شاء الله اللقاء بيكون من نصيبنا ان شاء الله. احنا كيما تشوفوا اليوم رحنا جينا نونترينيو لا بريمير سيونس في الملعب هذايا، احنا عندنا مقابلة ودية هذيا برسك لازم نديوها كيما مقابلة كيما المقابلات الاخرين. راح نحضروا للبطولة الرسمية مع منتخب الليبي اللي راح يكون في المستوى، وما يخفالكش ثاني منتخب الليبي اللي اسبق الودا البطولة هذيا. احنا راح نحضروا للمقابلة هذيا كيما لازم ان شاء الله، ونصلحوا الاخطاء قبل ما نبداو البطوله ان شاء الله. كملتونا ان شاء الله، ما يخفالكش باللي عندنا عامين وحنا نخدموا ان شاء الله على هديه. ان شاء الله يا ربي نكونوا على اوتير ان شاء الله، ونقدر نوجه رساله للانصار
الانصار اللي بيهم اللي نقدروا نروحوا بعيد وبالسند تاعهم اللي نوصلوا ان شاء الله. انا نشوفوا لي سيونس فيديو ونعرفوا نقاط القوه ونقاط الضعف تاع المنتخب الليبي ان شاء الله باش في المباراه الافتتاحيه ان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله ونحقوا الاهم ان شاء الله. سير تحفه اللي راح تخليك تموتيفيك تخليك تلعب تمد 200%. في أخبارنا الدولية أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هو على رأس أولويات القيادة الفلسطينية مشددا على بذل كل الجهود لإطلاق سراحهم. جاء ذلك عقب عملية الإفراج عن عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس يوم أمس بعد أن قضى 40 عاما في سجون الاحتلال، فيما يبقى أكثر من 4000 أسير آخر في سجون الاحتلال. في الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا حالة الطوارئ تأهبا للعاصفة القوية التي تضرب المنطقة منذ أسبوع، متسببة في انقطاع الكهرباء عن 100,000 شخص وإلغاء أكثر من 70 رحلة جوية وإغلاق العديد من الطرق بسبب سقوط الأشجار والصخور. هذا وشرعت السلطات في إجلاء السكان من المناطق المتضررة بالولاية تخوفا من مخاطر الرياح القوية والثلوج والأمطار التي قد تحاصر السكان في منازلهم وتقطع عنهم الإمدادات، خاصة مع تحذيرات الأرصاد الجوية من مغبة فيضانات وسيول جارفة محتملة. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.